الذين شرفونا بمجيئهم إلى هنا أني أشكرهم بهذا التعب الذي تعبوا مع هذا الطريق الطويل وفي هذا الوقت بالذات مع البرد وبعض المشاكل الأخرى. الذي يجب أن نذكرهم ونذكر أنفسنا أيضا أن من الضروري على الإخوة ما دام ابتدأوا الطريق وتشرفوا بهذا الشرف وهو شرف العلم وشرف الجهاد، فعليهم أن يتموا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قالوا ربنا الله لكن ثم استقاموا، الاستقامة البقاء في الطريق، السير، الاستمرار، عدم الانحراف، ويستمر إلى كم؟ إلى أن يبلو روحهم التراقي، هنا يسمى ترقوة. هذا الإنسان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عندهم استقامة، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، وتنزل الملائكة حقيقية مو مجاز، يعني أن قلب الإنسان يصبح محبطا للإلهامات الطيبة. من أين هذه الإلهامات؟ اعتباطا الإنسان السيء يصبح قلبه محبطا للشياطين. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هذا حقيقة، لأن القلب الطيب يكون مناسبا للملائكة، والقلب الخبيث يصبح مناسبا للشيطان. القلب الطيب يخرج من بيته إلى المسجد، إلى التعاون، إلى الجهاد، إلى الفضيلة، إلى التقوى، إلى العلم، إلى خدمة الناس، ألهم قلبه بهذه الأمور. فالملائكة تتنزل في قلبك وفي قلبه وفي قلبه، والإنسان السيء يصبح قلبه محبطا للشياطين، يخرج من بيته لقتل الناس، لسفك الدماء، لهتك الأعراض، للفساد في الأرض. من أين وقع في قلبه هذا الشيء؟ من الشياطين. لذا أكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قلب كل إنسان لمتان، لمة يعني مركز شرطة، لمة من الملك ولمة من الشياطين. الفكر السيء الذي يأتي إلى ذهنك هذا بإلقاء الشيطان، الفكر الحسن الذي يأتي إلى ذهنك هذا بإلقاء الملك. الطيبون الشياطين ييأسون منهم، الخبثاء الملائكة ييأس منهم، شيء طبيعي. عندك جاران، جار حسن وجار سيء، سلكت مع الجار الحسن، الجار السيء ييأس منك،
سلكت مع الجار السيء، الجار الحسن ييأس منك، في طبيعي هذا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني قلبك يصبح مهبطا للملك، أنت لا ترى الملك، شيء طبيعي، لكن ترى هذا الإلهام الطيب في قلبك. من أين هذا الإلهام الطيب؟ من الملك. والإنسان السيء يرى الإلهام الخبيث إلى قلبه، من أين هذا الإلهام الخبيث؟ من الشيطان. فأنتم تحتاجون إلى الاستقامة، والله إن شاء الله يوفقكم للاستقامة والسير على الطريق إلى أن يبلغ الروح التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلنا هذا الشيء. الطيبون يساقون إلى الله إلى الجنة، والخبثاء يساقون إلى الله إلى النار. ما دام أنتم سلكتم الطريق وجئتم وقصدتم ونويتم العلم والجهاد، فعليكم البقاء في هذا الطريق إلى أن تغمض العين. إذا أردنا سلوك الطريق، وإن شاء الله أنتم تريدون، وإلا ما كنتم تتركون أوطانكم وبلادكم وآباءكم وأمهاتكم وأصدقاءكم ودفء بيوتكم وتأتون إلى هذه الطرق الوعرة المشكلة. يعني أنتم شرعتم في الجهاد وشرعتم في طلب العلم، وإن الملائكة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. شايفين فرق الحمام؟ إشلون يخضع لوالده أو والدته؟ الملائكة هكذا تخضع للذين يطلبون العلم في سبيل الله. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. ما دام سلكتم هذا الطريق، وإن شاء الله الله عونكم في المسير والمصير، عليكم بأمور. الأمر الأول التوكل على الله والدوام الاتصال به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني إن الله يكفيه. لكن الإنسان يجب أن يتوكل على الله عن كل قلبه، أن يستعين بالله في كل أموره، أن لا ينقطع ذكر الله عن لسانه. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر حلاقا أن يصلح شاربه، إصلاح، وكان يذكر الله الإمام. فقال الحلاق: يا أمير المؤمنين، ضع شفتك على الشفة حتى أقص، لأنه بطبيعة الحال إذا الشفة تتحرك مقص لا يتمكن من القص المعتدل المستقيم. ثم خطر على الشفة أن تقص الآلة الشفة. الإمام قال: إني لا أترك ذكر الله، ما قدرت من قصه فقص. إنسان دائما يجب أن يكون مع الله حتى يكون الله معه في حله، في مرتحله، في عمله، في درسه، في جهاده، في سفره، في حضره، في أكله، في شربه، في كل شأن يجب أن ينطبع القلب بطابع الله، فهذا رأس النجاح. والله بيده كل شيء، كلكم تعلمون، كل شيء ليس بعيدنا. لو أن الله تعالى الآن أراد أن لا أتكلم ما أتمكنت ولا لحظة، لو أن الله تعالى ما أراد أن أفعل ما أتمكن أن أفعل، ولو أراد شيئا لو كل العالم يجتمعون على ضده ما تمكنوا أن يقفوا أمام الله أبدا. أزمة الأمور طرا، طرا يعني كل
أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. فالشيء الأول أن نتوكل على الله ونستعين به ونذكر الله في الرخاء والشدة وفي كل حال، ونجعل نصب أعيننا الله، يرضى الله نصبه، إذا لا يرضى الله نقف. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الاتصال بالناس، أكثر من الاتصال بالناس، لأنه حتى الصديق الواحد أحيانا ينفعه، وحتى من كنت لا تهتم به، إنسان لازم عنده اتصالات كثيرة. أصل حفظ الاجتماع الاتصالات الكثيرة. فضيلة الشيخ لاحظوا، عنده صديق خوزستاني كمثال، عنده صديق كويت، عنده صديق بحرين، عنده صديق سعود، عنده صديق عراق، عنده صديق إيراني، وعلى هذا المعدل، ولهذا يتمكن أن يشتغل أكثر. هذا ذكرت لكم كمثال حي. أن يكون لك 1000 صديق خير من أن يكون لك 1000 صديق إلا صديق، وأن يكون لك 10,000 صديق خير لك من أن يكون لك 10,000 صديق إلا صديق. الاتصال بالناس، لأن الأمور بيد الناس. أنتم رأيتم الشاه الطاغي، من أخرجه من البلاد؟ الناس أخرجوه، مع قوته، مع شخصيته، مع ماله، مع أصدقائه الكثيرين في العالم، لكن الشعب ما كانوا أصدقائه، أخرجوه من البلاد. الإنسان يجب عليه أن يكثر من الأصدقاء، لأن الأصدقاء ينفعونه في المشاكل. أحيانا وقعت في مشكلة ولك صديق في غرب الدنيا أو شرقها، ذاك الصديق ينجيك بإذن الله تعالى. طبعا كثرة الاتصال بالناس وكثرة الأصدقاء، هذا هو شيء ثاني ولا تنسونه إن شاء الله ولا ننساه. الشيء الثالث هو يجب عليكم وعلينا جميعا التسلح، سلاح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وكلكم رأيتم تصوير الإمام الخيالي، هذا مو تصوير واقع لكن تصوير خيالي. كيف رأيتم الإمام في التصاوير الخيالية؟ جالس وفي حجره شنو؟ سيف، يعني القوة. الآن غربيون كيف تسلطوا علينا؟ لأنهم جعلوا في المناطق عملاء وجعلوا السلاح بيد العملاء. إذا كان السلاح بيد الشعب، هل كان الغربيون يتمكنون من هذا الشيء؟ فالشيء الثالث تسلح، واجب على كل واحد أن يتسلح، يعرف السلاح، يتعلم السلاح. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. يعني شنو هذا؟ لأن إذا مو بيدك السيف، والسيف رمز، رمز القوة، رمز السلاح، إذا مو بيدك السيف من الطبيعي أن الذي بيده السيف يأتي يقتل، يأتي ينتهك عرضك، يأتي يسلب دينك ومالك، كما فعل وكما رأيتم وكلكم رأيتم. فاللازم على الإنسان أن يتسلح كما يدرس، كما يصلي، ذاك أيضا واجب. الواجب كم؟ فروع الدين 10، كلكم سامع من المنابر ومن أهل المنابر: الصلاة، الصيام، الخمس، الزكاة، الحج، ثم الجهاد. جهاد يعني شيء؟ جهاد يعني السيف. فالواجب على كل هؤلاء الأصدقاء الجالسون أن يتعلموا السلاح. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في آخر وصية له، وهذه الوصية اشتملت على أشياء مهمة
يلخص الإمام تكاليف الناس في هذه الوصايا القصيرة، من جملة ونظم أمركم. يعني شنو؟ يعني أي واحد منكم واجب عليه مو أن ينظم شؤونه الاقتصادية والمالية والدرسية، أيضا ينظم الشباب الآخرين، لأن الشباب الآخرين إذا ما نظموا جاء الشرق ونظمهم تحت لواء الشيوعية، وجاء الغرب ونظمهم تحت لواء البعثية، كما رأينا وكما نرى في بلادنا وكما رأيتم في كل بلادكم. يأتون أولئك وينظمونهم تحت ألوية شرقية أو غربية. فالواجب أنتم أن تنظموهم، أن تجمعوهم تحت لواء الإيمان والفضيلة والتقوى قبل أن ينظموهم هم. أكو فرد واحد من حكماء الغرب عنده كلمة جميلة جدا، يقول: الشباب كالنهر الجاري المنبعث من العين، مهما فسد منه جزء لا تغتم، فإنك إذا فصلت هذا الجزء الفاسد هناك جزء صالح ينبع من العين. يعني أن الغربيين والشرقيين جاءوا وأفسدوا جمهرة كبيرة من شبابنا، هذا لا شك فيه، جعلوهم بعثيين شيوعيين قوميين ديمقراطية غربية على الأسلوب الغربي، وجوديين، جعلوهم من هذه الألوان. لكن الشباب نهر جاء يتدفق، فعليك ببقية الشباب أن لا يفسدوا، أن لا يتغيروا، أن لا يلونوا بلون الشرق والغرب. نحن يجب أن نجمعهم لهم، فإنهم عملاء وإنهم جائين من المكانات البعيدة، لكن نحن أصحاب البلاد، أنتم أصحاب البلاد، فيجب عليكم أن تنظموا أكبر قدر من الشباب. لاحظوا هذا الرجل الذي ترأس الوزارة قبل شهر في فيتنام، ولعلكم سمعتم اسمه، هو جياب، صار رئيس وزراء. إني لا أعتقد بالشيوعية أبدا، وهذا رجل شيوعي، لكن انظروا إلى عمله. هذا الرجل يذكر في تاريخه أنه نظم 500,000 شباب فيتنام، هو وحده 500,000 شباب نظمهم هو. وقبلوا أمريكا في قضايا فيتنام الشهيرة، وقبل شهر الجرائد كتبت أنه وصل صار رئيس الوزراء في فيتنام. كيف أن شيوعيا واحدا يتمكن أن ينظم 500,000 شباب، والمسلم المتصل بالله سبحانه وتعالى ما يتمكن من هذا الشيء؟ لنفرض أنكم الآن 20 وأنتم أكثر من 20، وكل واحد نظم 500,000، كم مليون نظموا؟ 10 ملايين. تعرفون أن 10 ملايين تتمكن أن تهز كل العالم؟ لكن هم يمشون، يجب علينا أن نمشي نحن أيضا. هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس: اللسان، وكل لسان في الحقيقة إنسان. أنت تعرف لغتين إنسانية، هذا يعرف 3 لغات، 3 إنسانات، هذا يعرف 4. الواجب والشيء الذي يساعدكم في مهمتكم وفي التقدم تعلم اللغات، ما لا يقل من اللغة العربية تعرفونها، اللغة الفارسية الآن صارت لغة الحركة، اللغة الإنجليزية، ما يقارب من 500,000,000 بشر يتكلمون اللغة الإنجليزية، وهي لغة الصناعة، وهي لغة العالم المتحضر اللي يسمى بالمتحضر، ولو أني لا أعتقد أنه عالم متحضر. تعلموا اللغة. وأكو حديث جميل جدا: من تعلم لغة قوم أمن شرهم، وهذا صحيح. فالشيء الخامس ما هو؟ تعلم اللغة، اللغات المختلفة، 3 لغات، 4 لغات، 5 لغات. جاءني قبل أيام في نفس هذه الغرفة رجل من بولندا، شاب ومعه زوجته، تكلمت معه باللغة الفارسية، تكلمت معه من جملة قال زوجتي، قلت ترجم للزوجة لأن الزوجة من بولندا،
قال له هي تعرف 5 لغات. فتاة عمرها 20 سنة مو أكثر. قال هي تعرف 5 لغات من جملتها اللغة الفارسية. فتكلمت معها هي تتكلم. قلت هاي شنو مثقفة؟ قال لي جامعية، خريجة جامعة. خريجة جامعة وتعرف 5 لغات؟ يمكن هذا الشيء؟ الشيء الخامس تعلم اللغات. صعب فليكن صعب. الإنسان يقال طريق المصلحين ليس مفروشا بالورود والأزهار. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقول أفضل الأعمال أحمزها. الأحمز يعني الأصعب. أفضل الأعمال أحمزها. تعلم اللغة. وملحق بتعلم اللغة، هذا في الشيء الخامس بعد نذكر، تقوية الخطابة حتى كل واحد منكم خطيب، يعني يتمكن أن يلقي الخطابة ساعة خطابة جميلة على الجماهير، لأن الخطابة لها تأثيرها السحري في الجماهير إذا كانت خطابة جميلة حسنة. هذا الشيء الخامس. الشيء السادس القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ورسول الله أعظم يقول مداد العلماء أفرل من دماء الشهداء. لماذا هذا الشيء؟ لأن بالقلم يصل العلم والإيمان والمعرفة والفضيلة والحضارة إلى الأجيال الصاعدة. يجب عليكم تقوية أقلامكم وتؤلفون كتب كثيرة تخدمون بها الإسلام والفضيلة والتقوى والإيمان، وتخدمون بها المستضعفين في العالم. أنتوا الآن لنفرض 25 واحد، 25 واحد كل واحد منكم يؤلف في عمره 50 سنة الباقية 250 كتاب. كم كتاب يصير؟ 25 في 250، كثر كتب يصير؟ لنفرض 3000 كتاب، من كل كتاب يطبع 10,000 نسخة، يعني ايش كثر يصير؟ كم مليون يصير؟ كم شمعة هداية تصبح؟ وهذا بإمكانك، يعني أنت أول شباب. والإنسان هذا الشباب الذي بيده والطاقات التي بيده، هذا كنز، كنز، هذا معدن أثمن من معدن النفط، لكن يجب أن يستغلها. حركوا أقلامكم، انصروا المظلومين، بينوا مآسي الظالمين، انصروا المستضعفين، انصروا العقيدة، انصروا الشريعة، انصروا الفضيلة والتقوى. وإذا أنتم الكتاب وأنتم العلماء وأنتم الفضلاء وأنتم المثقفون وأنتم مالكون الأزمة، كان شاب من أصدقائنا كنت أقول له في الكويت ألف، يقول لا أؤلف لأن لا أفتح. شوقته إلى التأليف وشوقته، قبل مدة ألف، ولا أتي باسمه ما في داعي، قبل مدة ألف كتاب جميل. هالليلة كان هنا عندنا، هذه الليلة بالذات هناك في هالغرفة، قال لي أنا هواية اليوم مسرور. قلت ماذا؟ قال فلان إذاعة كانت تقرأ نص كتبي. الآن كم ليلة أنا جاي أسمع على الإذاعة تقرأ نص كتبي بدون اسمي. قلت تذكر في الكويت كنت أشوقك إلى تأليف الكتاب؟ قلت مهمتك أن تنشر أفكارك، وقد نشر الآن والحمد لله رب العالمين. يعني أنتم إذا ألفتم الكتب الجميلة ذات المغزى، هذه الكتب تأخذ طريقها إلى إذاعات العالم. الآن في الإذاعات ماذا تقرأ؟ في الصحف ماذا تكتب؟ في التلفزيونات ماذا تقدم؟ نتاج أفراد أمثالكم. لم ينزل أولئك الأفراد لا من السماء كملائكة، ولا خرجوا من تحت الأرض كأجنة، وإنما كانوا بشر. أنتم أيضا بشر. تقدم، يقال في مكان كانت الحكومة انتخابية، لكن الحكومة الملكية الانتخابية، يعني شنو؟ الجمهورية الانتخابية معناها في كل 4 سنوات يعرض الأمر إلى انتخاب جديد، لكن هناك لا،
الملكية الانتخابية. إذا مات الملك ينتخبون ملكا، ثم هذا يبقى ملكا طول حياته، فإذا مات لا يتوارثه أولاده، وإنما ملك جديد بانتخاب جديد. كان شاب، هذا الشاب فكر في أن يصبح ملك، ينتخب ملك. ما هو الطريق؟ الطريق على أنه يرضي الناس، حتى إذا صار أيام الانتخابات ومات الملك السابق ينتخبونه ملكا، فأخذ يعطي إلى هذا ويحترم هذا ويكرم هذا ويقدم هذا ويصادق هذا. من الصدف مثلا اجتمع الناس، من هو أفضل الناس في بلدنا؟ هذا الرجل، انتخبه ملكا. الشاعر نظم هذا الشيء في بيتين جميلين، اسم الرجل فريدون، يقول إن فريدون لم يكن ملكا، مو ملك نازل من السماء، كلامنا في أنتم اللي مو لازم ملك، أنتم أيضا أولئك الأشخاص الصالحون لهذا الشعب. إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن للعبير معجونا. معجون بالعبير يعني إحنا معجون مثلا بالماء، هو معجون بالعبير، عبير قسمه من الطين. إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا، جاد وأعطى فنال مرتبة، فجد وأعطي تكن فريدون. هؤلاء الذين تقرأ كلماتهم خلف الإذاعات من أم خلف، بس يجب أن تعرفوا قدره. الشيء السادس إذن شنو؟ الشيء السادس إذن تقوية أقلامكم وخدمة كل واحد منكم على الإسلام الفضيلة ب250 كتاب. هل أنتم قادرون؟ نعم قادرون، لأن مؤلفون كثيرون أكو عندهم 200 كتاب و250 كتاب و300 كتاب، سواء من علمائنا أو من الغربيين أو من الشرقيين، موجودين هذا الشيء. والفرق أن بعض الناس يصرفون شبابهم، بعضهم لا يصرفون. هذا الشيء السادس. الأمر السابع المال، تحتاجون أنتم إلى المال، لأن الإنسان في مسيره ومصيره وحركته يحتاج إلى المال. إذا ما كان عندكم مال، هل كان بإمكانكم المجيء من بلدكم إلى هنا؟ هل كان بإمكانكم أن تلبسوا؟ هل كان بإمكانكم أن تأكلوا؟ هل كان بإمكانكم أن تشتروا المسجل؟ المال لولا مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب لما استقام الإسلام. لازم كل واحد منكم يحصل على أكبر قدر من المال للخدمة. المجلة بالمال، الجريدة بالمال، الكتاب بالمال، الحركة بالمال، الاتصال بالمال، كل شيء بالمال. اجعلوا صناديق خيرية، اجمعوا المال، السلاح بالمال، كل شيء بالمال. فهذا واجب أن يحصل الإنسان على أكبر قدر من المال حتى يتمكن أن يخدم به الإسلام والمسلمين والفضيلة. وهذا شيء. الشيء الثامن، الشعر يقول: وأحزم الناس من لم يرتكب عملاً حتى يفكر ما تجني عواقبه. لازم يكون عندكم حزم، لأنكم تريدون أن تقابلوا قوى الطاغوت في العالم، قوى أمريكا ومن في فلكها، وقوى الروس ومن في فلكها. لازم هواية تفهموا، وإلا الأفهم يتقدم عليه. والله سبحانه وتعالى في الدنيا شأنه أن يمد كلتا الطائفتين، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، المطيع والفاسق. وفي الآية الكريمة الله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. عطاء الله يعطى للمؤمن والكافر.
فإذا كنت حازما وإذا كنت تفهم كيف تتصرف تأخذ الزمام من يد الطاغوت، وإذا لم تكن تفهم الطاغوت يأخذ الزمام منك. شو طبيعي الحزم، الفهم، الإدارة، قوة التفكير، كيف نحرك طاقات الجماهير، كيف نحرك طاقات أنفسنا، كيف نوجه الجماهير، هذا هو الشيء الثامن. ونلخص التاسع والعاشر في كلمتين صغيرتين. التاسع الزهد في الدنيا، إنسان لازم عنده زهد في الدنيا، يعني أنه لا يرغب في الدنيا، يرغب في ثواب الله سبحانه وتعالى. أما شنو أكلت؟ أين نمت؟ شنو لبست؟ الناس شنو تكلموا؟ هذا مو مهم. الزهد في دعاء الندبة، وإن شاء الله تقرؤون دعاء الندبة في أيام الجمعة مستحب، وهذا الدعاء من أكبر الدروس في الحقيقة. بعد الدعاء يقول إن الله سبحانه وتعالى اختار الأئمة والصفة والطاهرين والأنبياء بعد أن شربت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم. الدنيا حسنة، لكن مو أن الدنيا تملكك، بل أنت تملك الدنيا. الدنيا الحسنة هي التي أنت تملكها. أكو فرق بين أن الدنيا، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يفسر الزهد، يقول الزهد ليس ألا تملك شيئا، وإنما الزهد ألا يملكك شيء. لأن قد يكون الفلوس يملكك، الفلوس إذا ملكك يعني شنو؟ يعني فلوس بخيل أنت وفي صندوقك، وقد يكون أنت تملك الفلوس، تعطي في سبيل الله الفلوس، يعني أنت ملكته. هو إذا ملكك يعني هو يقودك، أنت إذا ملكته يعني أنت تقوده. الزهد في الدنيا، إنسان لازم لا يرغب في الدنيا واقع، أن يكون لنا جاه، أن يكون لنا مال، أن يكون لنا عزة، هذا كله كذب وهراء والسخف. المهم أن نعمم العدالة في كل البشر، هذا هو المهم. أن نحصل رضا الله، هذا هو المهم. أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو المهم. أن ننقذ المظلومين من أيدي الظالمين، هذا هو المهم. أما أن يكون لي مال أو لا يكون، أن أكلت في الليل حسنا أو متوسطا أو عاديا، هذا مو مهم. الإنسان يجب أن يكون زاهد في الدنيا بهذا المعنى، مو يترك الدنيا، لا، يوجه الدنيا، مو الدنيا توجهني. أكو فرق بين الدنيا توجه إلى الخمر والقمار والزنا والربا والأعمال الشائنة، أو إني أوجه الدنيا إلى الخير والصلاح والفلاح والتقدم. هذا هو التاسع. والعاشر أن لا ينسى الإنسان الموت. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة جميلة له، يقول إن أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات. يأتي يوم كلنا تحت التراب، كل الجالسين هنا، فلا مال ولا شخصية ولا علم ولا أي شيء، انتهى كل شيء. قيل يا رسول الله وكم نذكر الموت؟ قال في كل يوم 26 مرة. من الصبح اللي تقوم فكر في أنه في يوم من الأيام أنا ميت. الإنسان اللي يفكر أنه ميت يعمل لله ويجاهد في سبيل الله. كان في اليوم أنا أموت، لماذا لا أعمل؟ لماذا أخاف؟ الإنسان اللي يعرف أنه يموت في يوم ما، اليوم خلي أموت أنا، مو مهم. اليوم أكافح الطغاة، مو مهم. اليوم أجاهد، مو مهم. فالإنسان يجب عليه أن لا ينسى أنه في يوم من الأيام يموت. وحديث أخير، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، في سورة الجمعة ملك الموت يأتي، وعلى كلنا تتكرر هذه القصة. يقول يا ملك الموت أمهلني سنة،
يقول ملك الموت كلا لقد ذهبت السنوات، سنة بعد ماكو خلاص، لأن عمرك 50 سنة وانتهى، ترى عمرك 50 60 وانتهى. يقول أمهلني شهرا، يقول كلا لقد ذهبت الشهور. يقول أمهلني أسبوعا، يقول كلا لقد ذهبت الأسابيع. يقول أمهلني يوما، يقول كلا لقد ذهبت الأيام. يقول أمهلني ساعة، كلا لقد ذهبت الساعات. وسئل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما لنا نرى في المغتسل بعض الأموات مفتحة عيونهم، أنا شايف هذا الشيء، وبعض الأموات مغمضة عيونهم. الإمام الصادق قال هذا الرجل المفتح عينه جاءه الموت فلم يمهله حتى يغمض عينه، وهذا الذي مغمض عينه جاءه الموت وأراد أن ينظر إلى أهله يفتح عينه فلم يمهله الموت أن يفتح عينه، أخذه لحظة بغتة. في آية قرآنية يقول بغتة، في آية أخرى يقول كلمح بالبصر، يعني آن. فالشيء العاشر يجب علينا أن نذكر أن أمامنا الموت، وأن كل خير وشر وحسن وقبيح ونعمة ورخاء وشدة وبلاء وطاعة ومعصية ستنقضي، فمن الأفضل أن نعمل في سبيل خير الله وخير الإنسان. خير الله يعني الخير الذي أمر به الله، وخير الإنسان يعني الخير الذي يصل نفعه إلى الإنسان. ونسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.